نبداو عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه الرجاء ينهي تحضيراته لمواجهه النصر السعودي. وانهى فريق الرجاء الرياضي تحضيراته لمواجهه النصر السعودي مساء امس السبت برسم دور ربع نهائي من مسابقه كاس الملك سلمان للانديه الابطال باجراء اخر حصه تدريبيه ليه. وتدرب الفريق الاخضر مدينه ابها السعوديه تحت قياده الاطار الالماني جوزيف زامباور اللي ركز خلال الحصه التدريبيه المذكوره على وضع اخر لمسات على المجموعه. وغيستافد فريق الرجاء امتياز استقباله في نفس الملعب اللي لعب فيه دور المجموعات بحكم انه تصدر مجموعته، في حين ان النصر السعودي غيغادر ملعبه اللي لعب فيه دور المجموعات بعد ما احتل المركز الثاني وراء الشباب السعودي. يشال ان مباراه الرجاء والنصر السعودي غتقام اليوم الاحد بدايه من الساعه 4 بعد الزوال على ارضيه ملعب امير سلطان بن عبد العزيز بمدينه ابها السعوديه. زامباور إذا لم يقدم كل لاعب 100% لن نفوز على النصر. وفي تفاصيل الخبر أكد الإطار الألماني جوزيف زامباور مدرب فريق الرجاء جاهزية فريقه قبل مواجهة النصر السعودي برسم دور ربع نهائي المسابقة العربية. وقال زامباور في المؤتمر الصحفي اللي كيسبق اللقاء كنعرفوا بأننا الفريق الوحيد من قارة إفريقيا، لذلك غنحرصوا على تقديم الأفضل ومحاولة الاستفادة من الفرق اللي كنلعبوا ضدها. وضاف المتحدث نفسه المدرب كاسترو كنعرف أنه مدرب جديد على النصر وشاهدنا مبارياتهم وكنحاولوا معرفة الفريق أكثر. كنعرفوا أيضا أن كريستيانو رونالدو كيعرف المدرب من قبل وهو منذ سنة وهو هنا وكيعرف الثقافة وكيعرف كل شيء. وتابع زامباور النصر كيتطور من المباراة الأخرى ولكن الأهم هو تطوير فريقي وغنختار اللاعبين المناسبين لهذا اللقاء، وإلا ما عطاش كل لاعب 100% ما غنتصروش على النصر. بولكسوج رونالدو قدوة لجميع اللاعبين وسنقدم مباراة جيدة سواء أمامه أو ضد أي لاعب آخر. وتحدث محمد بولكسوج لاعب فريق الرجاء الرياضي بخصوص المباراة اللي غتجمع فريقه بالنصر السعودي اليوم الأحد. وقال بولكسوج في تصريحاته لوسائل الإعلام سادين المباراة النصر بحال جميع المباريات اللي لعبناها في دور المجموعات. النصر فريق ممتاز وحنا كذلك بحيث أننا كنحترموا الخصم وغيكون الضغط عليهم أكثر حيت حنا حامل لقب النسخة الماضية. وتابع بولكسوج الاستعدادات مرات بشكل جيد ومباراة اليوم غتكون عادية وجميع اللاعبين كيعرفوا مسؤوليتهم لتحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله. وضاف كنحترموا كريستيانو رونالدو والكل كيعرف أنه قدوة لجميع اللاعبين لكن غنقدموا مباراة جيدة سواء ضد رونالدو أو ضد أي لاعب آخر. طاليسكا قبل مواجهة الرجاء سنلعب ضد منافس قوي والفريقان معا لديهم نجوم. وفي التفاصيل أشاد النجم البرازيلي طاليسكا بمستوى فريق الرجاء الرياضي وأكد أنه فريق قوي وذلك قبل اللقاء اللي غيجمعهم اليوم الأحد برسم دور الربع. وقال بالغ من عمر 29 سنة في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء الفريق جاهز من الناحيتين البدنية والفنية لمواجهة اليوم واللي غنلعبوا فيها ضد منافس قوي، هدفنا هو التتويج بالبطوله العربيه وماشي تسجيل المزيد من الاهداف. وضاف طاليسكا غتكون مباراه جميله، الفريقان مميزان وعندهم نجوم، في الموسمين الماضيين سجلت كثيرا لكننا ما حققناش الالقاب وبالتالي فماشي مهم هو التسجيل بالنسبه ليا، الاهم هو حصد الالقاب مع النصر. محمد زريدة سنقدم كل ما لدينا امام النصر ورونالدو لاعب كبير. وديما مع التصريحات اللي كتسبق لقاء الرجاء الرياضي والنصر السعودي اكد محمد زريدة لاعب نص الخضر ان فريقه على اتم جاهزيه قبل مواجهه النصر. وقال زريدة في الندوه الصحفيه اللي كتسبق لقاء الرجاء والنصر استعدادنا للمقابله مرات في اجواء رائعه، فبعد ما ضمننا الوصول للربع غنقدموا كل ما كنملكوا للفوز والعبور نصف النهائي. وضاف المتحدث نفسه كل لاعبين واعيين تماما بمسؤولياتهم وهو ما كيتاكد في النقاش الشات اللي كنخوضوا بيناتنا واللي كتميز بتحفيز المتبادل. وكريستيانو رونالدو كيبقى لاعب كبير وعنده قيمته ومكانته التاريخيه لكن المباراه كتبقى مباراه كره قدم من 90 دقيقه والاهم هو اننا نخرجوا فائزين بها وهذا اكثر شيء كنركزوا عليه. وتابع زريده عندنا مسؤوليه والتزام امام جماهيرنا الرجاويه وايضا امام الجماهير المغربيه حيت كنمثلوها في هذا اللقاء وهذا البطوله وغايتنا الاساسيه هي اسعادهم وتشريفهم والتاهل نصف النهائي ان شاء الله. مدرب النصر السعودي الرجاء فريق قوي ومواجهته ستكون صعبة. وفي التفاصيل أكد البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي أن هدفه هو الوصول لنهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال رغم شعور فريقه بالتعب وكشف على رأيه في الرجاء منافسه في الربع. وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الرجاء اليوم الأحد سعيد بالقدوم لأبها والتأهل لربع نهائي البطولة العربية، كنشعر بالتعب مع تولي المباريات لكن هدفنا هو الوصول لنهائي البطولة. وضاف الرجاء فريق قوي
قوي وعنده أجنحة مميزين وكيبني لعبه من خلال المدافعين مساندة المحور، وغتكون مباراة اليوم صعبة. وأشار كرة القدم كتعتمد على النتائج، الجماهير ما كيهماش كيفاش كيتدرب الفريق بل شنو حقق، ما كيهموناش المباريات الماضية وغنلعبوا اليوم من أجل الفوز. وضح كاسترو ما كيعنيش امتلاك لاعبين ذوي قيمة مالية عالية أنك غتفوز دائما بدون عمل، من الرائع أنه يضم فريقك لاعبين مميزين لكن الأهم دائما هو العمل. وأتم إلى وقت جماهير النصر السعودي أنها غتخرج اليوم سعيدة، فهذا تقليل في حق فريق الرجاء، لكن كان وعدهم بتقديم أقصى ما عندنا للتأهل نصف النهائي. مباشرة بعد فسخ عقده، عروض رسمية من فرنسا وبلجيكا للاعب رجاوي. وفي تفاصيل الخبر توصل عبد الإله مدكور الظهير الأيمن السابق لفريق الرجاء الرياضي بعرضين رسميين من الدوري البلجيكي والفرنسي إلى جانب عرضين من الدوري الاحترافي، وساروا مسؤولين ناديين فرنسي وبلجيكي وفريقين بالبطولة الوطنية لتقديم عروض رسمية لعبد الإله مدكور بعد إعلان فسخ عقده بشكل رسمي مع الرجاء الرياضي. وأصبح مدكور لاعب حر بعد ما توصل اتفاق مع مسؤولي الرجاء لفسخ عقده بالتراضي أمس السبت، ومنتظر باش يحسم اللاعب الرجاوي اليوم في وجهته المقبلة بعد دراسة العروض اللي توصل بها من فرنسا بلجيكا والبطولة. يشار لأن عبد الإله مدكور لعب لسنوات فريق الرجاء الرياضي بعد ما مر بجميع فئاته، واختاروا جمال السلامي الانضمام للفريق الأول إذا اعتمد عليه في أول مواجهة أمام فريق الترجي التونسي برسم المباراة الأولى في دور مجموعة دوري أبطال إفريقيا. وتوج اللاعب الرجاوي بأكثر من لقب رفقة النصر الخضر، إذ فاز بالدوري الاحترافي، السوبر الإفريقي، كأس الاتحاد الإفريقي والبطولة العربية للأندية الأبطال. مؤيد بدني فرنسي يلتحق بالرجاء بالسعودية بعد التوقيع في كشوفات الفريق. وفي تفاصيل الخبر تعاقد فريق الرجاء الرياضي مع مؤيد بدني فرنسي من أجل الاشتغال ضمن طاقمه التقني خلف التونسي مجدي السافي. وأعلن الرجاء رسميا في بيان مكتظب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه تعاقد بصفة رسمية مع الإطار الفرنسي ويليام سالفادوري من أجل تولي مهمة المؤيد البدني ضمن جهازه الفني بقيادة المدرب الألماني جوزيف زامباور. وكشفت مصادر خاصة أن المؤيد البدني الفرنسي شرف أمله رفقة الرجاء الرياضي أمس السبت استعدادا لمواجهة النصر السعودي، وذلك بعد ما سافر الفريق الأخضر لمدينة أبها بدون معيد بدني. كان هذا آخر خبر رجاوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجاوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.